أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأتباعه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلِّ وسلِّم وزِد وبارك يا ربنا عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين لا ينقطعان إلى يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم افتح لنا هذا اليوم الكريم برحمتك، واختمه لنا بمغفرتك ورضوانك، واعف عنا فيما بين ذلك. اجعلنا اللهم في صباحنا هذا وفي مقامنا هذا من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين الفائزين. آمين آمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في خاطرة الفجر لليوم 12 من شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما مضى من صيام رمضان وقيامه، وأن يعيننا فيما تبقى من أيامه ولياليه على إحسان الصيام وإتمام القيام وتلاوة وختم وفهم وتدبر القرآن الكريم. خاطرتنا اليوم بعنوان: قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وهي عبارة من حديث قدسي أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء، فتوضأ وما كلم أحدا، ثم خرج فلصقت بالحجرة أسمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. قالت: فما زاد عليهن حتى نزل صلى الله عليه وسلم. الحديث مرة أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. قالت عائشة: فما زاد عليهن حتى نزل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، نعلم جميعا نحن المسلمين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة الخيرية لأمة رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث قال لنا ربنا في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إيه العلامة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعلم جميعا أيضا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طوق النجاة للأفراد والمجتمعات والأمم، طوق النجاة للأفراد والمجتمعات والأمم. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى في سورة الأعراف: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، الذين ينهون الناس عن السوء كتب الله لهم النجاة
بينما وقع بقية الناس في الهلاك. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة على قيمة أمتنا وعلامة على خيريتها. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طوق النجاة للأفراد والمجتمعات والأمم. كذلك فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم جعل أن نصيب كل مسلم من الإيمان الصحيح على قدر نصيبه من هاتين الفريضتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، نصيب المسلم من الإيمان الحقيقي والإيمان الصحيح على قدر نصيبه من الفريضتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش مجرد إقامة العبادات فقط. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يعني يأتي من بعدهم أجيال يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. اللي هو بيعتبر كما لو كان توضيحا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى دي النقطة الثالثة، أن نصيب الإنسان من الإيمان الصحيح والحقيقي مبني على قيامه بهاتين الفريضتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النقطة الرابعة، أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يوضحه لنا هذا الحديث الذي معنا في هذا الصباح، مانع من موانع سرعة الإجابة للدعاء. وبسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتأخر النصر وتتأخر الإجابة ويتأخر فضل الله النازل على الخلق. والحديث الذي معنا يقول ذلك، وهذه النقطة الرابعة. يبقى خيرية أمتنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصيب الإنسان من الإيمان مبني على قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طوق النجاة لنا كأفراد ومجتمع وأمة مبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأخير إجابة الدعاء وتأخير النصر وتأخير فضل الله على الأمة بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث الذي معنا يقول ذلك، يعني لتأمرن مروا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. وفي الحديث الآخر عند الترمذي عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذن نخلص من هذه القواعد الأربع التي قلناها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل مسلم، كل على قدر استطاعته وبحسب منزلته ومكانته، على قدر الاستطاعة وبحسب المنزلة والمكانة. على الأقل أن يكون قلب الإنسان منكرا للمنكرات الواقعة في الكون. إن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل درجاته حصن أمان للمجتمع، فإذا أفلت زمام هذا الأمر وقل أنصاره ونكست راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وأهمل قيام هذا الأمر، نعلم جميعا أن بناء على ذلك تضيع خيرية الأمة، ويضيع طوق النجاة، ويقل نصيب الإنسان من الإيمان، وتتأخر إجابة الدعاء، ويتأخر النصر. زد على ذلك تفشو الضلالات في المجتمع، وتشيع الجهالات، وتفسد البلاد والعباد، وتتفاقم الفواحش والمنكرات. لذلك من كان له قلب حي يملأه الإيمان وحب الدين والغيرة على حدود الله، فإنه لا ينبغي أن يألف المنكر، ولا أن يتطبع معه وإن كثر، ولا يغتر بالباطل وإن انتفش. فقد جعل الله تعالى من صفات المستحقين للجنة كما جاء في سورة التوبة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. اللهم اجعلنا من المتمثلين بهذه الصفات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم يسر لنا ذلك ويسرنا لذلك. اللهم اجعلنا من أهل الخير وأهل الصلاح والتقوى. اللهم لا تمنع إجابتك عنا، اللهم لا تؤخر استجابتك لدعائنا، اللهم لا تمنع فضلك عنا بسوء أفعالنا، وعاملنا اللهم برحمتك وفضلك، فأنت أرحم الراحمين، وأنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. آمين آمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك، وأن يوفقنا وإياكم على هذه الفريضة على قدر ما نستطيع بإذن الله رب العالمين. ألتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى في درس العصر، وحتى نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.